أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار من حلب اليوم. أصيب رجل وزوجته وطفليهما جراء استهداف قوات سلطة الأسد بصاروخين موجهين سيارة مدنية على طريق كتيان زردنة شمال شرق إدلب وفق الدفاع المدني. وفي السياق ذاته قال مراسل حلب اليوم إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية والصواريخ بلدة الوساطة وكفر نوران بريف حلب ومعارة النعسان والفطيرة بريف إدلب وخربة الناقوس بريف حماة. وثقت الأمم المتحدة أكثر من 5219 انتهاكاً ضد 5073 طفلاً في سوريا، معظمهما في مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا. وقالت إن الأطفال في سوريا يواجهون معاناة لا نهاية لها، مشددة على إعطاء أولوية لإنهاء الانتهاكات. ضبطت الجمارك التركية عمليات تهريب أكثر من 33 كيلوغراماً من المخدرات في مطار اسطنبول وبوابة جيلان بينار على الحدود السورية التركية. وبحسب وزير التجارة التركي عمر بولات، فإن فرق الجمارك ضبطت في مطار اسطنبول 20 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكبتاغون ونحو 10 كيلوغرام من الحشيش على بوابة جيلان بينار المقابلة لبوابة رأس العين. سجل فريق منسقو استجابة سوريا حالتي انتحار جديدتين في الشمال السوري خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات. وقال الفريق إن عدد حالات الانتحار المسجلة في مناطق شمال غرب سوريا ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى 62 حالة، أسفرت عن 28 حالة وفاة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من 70 هجوماً خلفت أكثر من 60 إصابة منذ تشرين الأول الفائت. وأشارت إلى أن آخر هجوم تعرضت له القواعد العسكرية في سوريا والعراق كان في 23 من الشهر الجاري، مؤكدة على استمرارها في تقليص قدرة الحرس الثوري في سوريا والعراق لحماية قواتها ومهمتهم. بدأ الطلاب السوريون اللاجئون في لبنان التحاقهم بالمدارس بنظام الدوام المسائي، وذلك بعد تأخر دام أكثر من شهرين بسبب الخلافات بين وزارة التربية واليونيسف وفق صحيفة المدن اللبنانية. ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف كان حول آلية التمويل بسبب مطالبة وزارة التربية اللبنانية رفع ميزانية التعليم المخصصة للسوريين والمحددة ب 39 مليون دولار. نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.